وكان
وبدونه لا تستجلب الأمة النصر أبدا، وهو عنصر الإيمان وقوة الصلة بالله. لكن أي إيمان يستجلب به النصر؟ هل هو إيمان الغافلين مثلنا؟ إنه إيمان قوة هادية تهدي الناس إلى طريق الحق. ومن يؤمن بالله وتستشعر الانشراح عند طاعه الله. ولذلك لما سئل الحبيب صلوا عليه قيل يا رسول الله نقول نحن مؤمنون، هل لذلك علامه؟ قال اذا صرتك حسنتك وازالتك سيئتك فاعلم انك مؤمن. ان القلب الذي فيه الايمان قلب حي، اذا فعل صاحبه الحسنه استبشر وكانت التي جاءت تنفعك الحسنه الاخرى، هي قلب يجعل الإنسان يخفق فرحا بطاعة الله، نشوة بالمنافسة في الخيرات، وصدر يضيق حينما يرى المعصية أو المنكر يمشي على الأرض، لأن منهاج الله يراه قد تعطل. هو ليست قوة فقط هادية، هي قوة حافزة فقط تدفعك إلى فعل الخيرات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أولئك هم الصادقون، أي في إيمانهم. فلما ذكر الإيمان ذكر طاقة تدفعك إلى الخير، طاقة تحركك إلى كل ما يرضي الله. الإيمان ليست طاقة فقط وقوة تدفعك، إنما هي أيضا قوة تحجزك وتردعك إذا تعلقت الأمر بالمعصية. تجلب الأمن في الدنيا قبل الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن والسكينة في الدنيا والأمن في الآخرة. إنها إيمان حقيقي تميز به النبي وأصحابه، وليس شعارا يرفعه الناس أو تدعوه الألسنة. إنها حقيقة تملك كل الحقائق، حقيقة الإيمان تملك كل الحقائق المادية. إن حقيقة الإيمان تدرك حقيقة المال. ها هو صهيب بن سنان الرومي لما خرج مهاجرا إلى رسول الله وقد جمع مالا وأتى إلى مكة صفوكا، فإذا بالمشركين يحيطون به إحاطة السواك للإحصار، وقالوا شئتنا صعوكا وتريد أن تلحق بصاحبك ومعك المال، فأخرج السيف وقال لن تنولوا مني شيئا حتى أقطع رؤوسي أحترقكم. فلما رأهم قد أحجموا ودخل الروح إلى قلوبهم قال أليس لكم خل من ذلك؟ قال وما ذلك؟ قال سأدلكم على الموضع الذي جمعت فيه المال فخذوه، على أن تخلوا بيني وبين الرحيل والهجرة إلى رسول الله لنصرة الإسلام. ففعلوا وكانوا يصدقون المؤمنين. فلما وصل ووضع أقدامه أرضا طيبة زادها الله تشريفا وتعظيما، رآه النبي صلوا على النبي، وقبل أن يكلم النبي إذا بالبشرى تنساب على لسان النبي تتنامى إلى إسماعيل يقول له رابح البيع يا أبا يحيى، إيمانك دفعك لكي ترحل للمال كله من أجل نصرة الإسلام، تستحق النصر، جعلت المال وسيلة لنصرة الإسلام. ثم قرأ علي قوله تعالى ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فإن الله رؤوف بالعباد. فكانت حقيقة الإيمان حقيقة المال، لأن حقيقة
إن حقيقة الإيمان انتصرت على حقيقة محبة الزوجة والولد. أبو سلمة يهاجر مع أم سلمة، فيأتيه قوم أم سلمة وإذا بهم يقولون: إن كنت تستطيع أن تغلبنا على نفسك فتهاجر، فلن تستطيع أن تغلبنا على هذه المرأة المسكينة وهذا الولد. فذهبوا بالمرأة بعيدا، ثم لا زالوا يجرون الولد الصغير حتى ينزعوه نزعة مطمئنة به، وهو يرى أن الزوجة قد أخذوها وأن الولد قد أخذوه، لكن يلمم وجهه شكر الذي لم يصل لسان. إن الزوجة والولد إذا تعارضا بشكل أخطر
إن أختنا ملكية مسلمة كانت في إحدى الأسواق، فيأتيها حوار امرأتين أمريكيتين مسلمتين، فتقول لها: أنا عشت لأمر المسلمين يعني بالليل والنهار، ويشتري السيارة. ثم بدلت يدها كأنه فريق يخفي يده لكي يأخذ هذه الزكاة في الإسلام. ثم بعد ذلك هري عن بعض المساكن الاقتصادية لمن لا أموالها فيستفيدون منها، وإذا بهم يجمعون الأموال ويهذبونها إلى المغرب، يأخذون من البلد كل شيء ولا يعطون أي شيء، ينفرون الناس من شرف المسلمين، تأخذ أكثر من حقك فتضل. هذا ليس الإيمان، هذه السرقة. وشر السرقة ما كان من إنسان استهملك وأمة دخلت في عهدها ودخلت في ميثاقها فلم تبث أبدا بالوفاء بالعقود التي بناء عليها دخلت إلى هذا الوطن. اتق الله، اتق الله. كيف يمكن للناس أن يحبوا هذا الدين بهذه الممارسات؟ إنها ممارسات تدل على أن إيمان لا إيمان. ليس العلم في ان يعصي العبد ربه، العلم ان يستمر، العلم ان يدرس الله تعالى، والعلم اكبر ان يعتقد وهو يفعل ذلك انه يحسن صنعه. فياتي المسلم الذي يسرق عن طريق قرض فود ستامبس الى الاخر الذي يعمل في لبنان فيقول له: انت فقير، انت احمد، ما تتضرع على اهل العالم. فبدل فقط ان يكتفي بالعصيان يصبح امرا للامه منك، يامر بالملك. المسلم يامر بالملك فحياه لا تعتقد. هذا العنصر الاول من عناصر استجلاب النصر، تربيه الامه المؤمنه. ثانيا، اعظم عناصر النصر التي تجدت واضحه في غزوه بدر هي تنظيم مجتمع المسلمين على اساس مبدأ التشاور قبل اتخاذ اي قرار. قال صلى الله عليه حينما خرج فقط يريد النفل، فقط يريد فقط عير ابي سفيان، ولم يكن يريد العير ذات الشوكه. قال: ايها الناس، كنا قد خرجنا فقط من عطر الاسابيع ابل عليها الامل لابي سفيان، والان ابو سفيان قد فرح، والاخبار تطرى من مكه ان ابا جهل خرج على راس جيش مسلح من اجل قتاله. انا عدت الى مكه المدينه ان نغير النيه من نيه الخروج فقط لالتقائي بالسفينه الصحراويه التي تحمل المؤن إلى نية القتال، وهم لم يخرجوا بنية القتال، لا سلاح لهم إلا ما يحملونه في القرى، بل خرجوا على فرسين وأكثر من 70 بعيرا، إذا لم يكونوا قد خرجوا بنية القتال. أشيروا علي أيها الناس، أنا أعود إلى المدينة لأننا لم نخرج بنية القتال، وإنما فرض علينا فرضا. أشيروا علي ماذا تريدون؟ الله، فيتكلم الصحابة فيشيرون عليه بتغيير النية من نية الخروج فقط لتلك القافلة التي تحمل المؤن إلى نية القتال. ومن جملة ما قيل له كما قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، آمنا بك وصدقنا بك وأخذنا على ذلك المواثيق والعهود. يا رسول الله، اذهب فقاتل من العدو، لو بلغت معك الغمام لاتبعناك لا تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله، اننا صوم في الحرب، صوم في اللقاء،
والأنصار بعد أن تكذب المهاجرون، فرأى أن المهاجرين والأنصار بعد استشاراتهم أجمعوا على ملاقاة العدو وختامه أن كان الثمن. وهنا رسول الله يتهلل وجهه كأن الشمس تجري في وجه أبي وأمي ونفسي له الفداء، فأخذ عودا فصار ينبت في الأرض ويحدث على الأرض بقعة كل صنديد يسقط صابعا هنا. هنا يصرع أبو جهل، هنا يصرع عقبة بن أبي ربيعة، هنا يصرع عقبة بن أبي معين. فوالله ما تجاوز كل من ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الذي خطه بيده صلى الله عليه وسلم. استشار هنا واستشار أيضا في مسألته تدرس في مكان معين. قال شباب بن المنذر هذا المكان الذي نزلت فيه هو سيارة كبيرة وحنا نحن 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 نحن
لا، ما أنتم بأقوى ولا أجدد منكم. أنا مش قادر، أنا ليس لي عدة لكي أنطفي ظهر البعير وأنتم تمشون. كما أن الرئيس السنين الكبوت ما تشتغل. لا، الرئيس حرام. وما أنتم بأحرص على الرجل مني. أنا قوي مثلكم وأنا راغب في الرجل مثلكم، فلن أكون أقل لكم همة. الله، وهو يزور الصفين قبل التحام الجيشين. إذا لي أخذ طبيبا من النحاس، وإذا برجل اسمه سواد الغزية قد أخرج البطن فبرز البطن من الصف، وكان النبي قبل المعركة يزور الصفوف، وإذا به يخزه في بطنه بالضريب ويقول أو بسواد استوي يا سواد، فيضربه في بطنه فيقول الرجل الجندي المتواضع في جيش خالده رسول الله صلوا عليه بأبي وأمي، إن الله قد بعثك بالحق يا رسول الله لقد آذيتني في بطني، فمكني من نفسك أقتاد منك. والصحابة ينظرون فلم يعترض أحد أنه الحق الذي نزل به الكتب السماوية وقامت عن السماوات والأرض. فأعطاه النبي الطبيب أو الشواك فقال له يا رسول الله إنما ضربتني على البطن، ليس بين السواك والبطن حائل، وأنت تضع هنالك الثوب على بطنك آسف الثوب. العدالة فازح النبي الثوب، وبينما يهوم لكي يضرب النبي في بطنه كما ضربه النبي، إذا به يكب على بطنه يقبله ويلثمه، والنبي يدفع رأسه ويقول من الذي حملك على ذلك يا سواد؟ من الذي حملك على ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، وإني أجد حجتك دون بدر، وأردت أن يكون آخر عهد بالدنيا أن يستجد جدك يا رسول الله. علمي أن من نستجده جد النبي حضر الله جده عنه. هذا رسول الله العدالة. أمة الظلم قائلة بالخراب، أمة العدل قائلة بالتمكين. إن الله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة قادها بالبينية، ويخذل الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. إذا كان المسلم في بلده لا يجد نفسه ولا يحقق حتى حاجته الضرورية، يرى الأموال تمر هكذا في الفضاء لا يصبح منها شيء، يرى المستشفيات إنما بنيت للمحظوظين، يرى عياذا بالله التعليم لا يرج إلا من هو محظوظ، يرى الفقراء عياذا بالله لا يجدون الماء، يمشون مسافات ضوئية من أجل أن يحظى بالشرفة له، والآخر عن رب شيء لكي يبتسم هو وأولاده. الظلم يخرب، الظلم يدمر، فتجعل الفقير في تلك البلاد يدعو على البلد بالنار، وإذا دعا الفقراء فدعاء الفقراء مستجاب، إنما تنصرون وتجبرون وترزقون بضعفائكم. ظل يا أخي، ظل في توزيع الخيرات. هل لعلك أيها المجلس مجلس البرلمان وجه لك من أمريكا هذه رسالة تهنئة في شهر رمضان؟ هل لعلك تطالب 2500 درهم تعويض على حضور الجلسة؟ هنيئا لكم على الدرج، هنيئا لكم، هنيئا لكم يا ممثلي شعبي، وضع الأمانة في أعناقكم لتدافعوا عنه. هنيئا لك، هنيئا لك عن الشعب لمن أعطيته وقلدته أمرك فلم يكن يارا إلا أن تبدأ القرارة الأولى في أن تمس جلدك. هل يعلم؟ هل يعلم؟ قامت قيامة البرلمان واندقرت حينما أراد رئيس البرلمان في بلادنا أن يفرض ما يسمى بعقوبة مادية على من لم يحضر للجلسة بغير موجب ولا عذر. هذا انتفض. أموال تأخذونها بغير واجب تقدمونه، والأصل في هذا العمل أنه تطوعي. مثلكم يا أخي، هل يعلم؟ أمة ظالمة جائرة لا تستحق أبدا التمكين، إنما يمكن الله لمن شاء فأتى بين الناس.
سارقت المرأة المخزومية وأرادوا من أحد يحبهن بأن يشفع له فاختاروا أسامة، فقال النبي: أفي حد من حدود الله تشفع يا أسامة؟ وإن الله يوما فاطمة بنت محمد سارقت وقطعت يدها. إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سارق فيهم الشريف تركوه، وإذا سارق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحال. إمام وشورى وعد. وأما الخصلة الرابعة المستضافة لمدرسة بدر وهو حب القيادة وحب القيادة للشعب للأمة، هذا الابتزاز فما عرف أصحاب يحبون قائده كأصحاب النبي نبينا، ولا عرف قائد يحب شعبه وأمته كحب النبي لأصحابه. إن حب المتبادل يبكون عليه يفدونه بأرواحهم وهو يهدي لحالهم يشفع لهم حتى يقول عند الموت: رب رب ربي لا أسألك فاطمة ابنتي أمتي أمتي. لكل نبي دعوة مستجابة لا بها في الدنيا على قومه، إلا أنا فقد خبأت دعوتي شفاعة لأهل الكرام من أمتي يوم القيامة. صلى الله. الخامسة وهي إن شاء الله تعالى الرسالة. حينما سوى النبي الصفين صار يدعو ربه ويقول: اللهم إنك جئت بكار العصبة فلن تعقد في الأرض، أنا أسألك أن تبقي العصبة لا لشهواتها، لا لكي تفلح في البيع والشراء، لا لكي تنافس الناس للأسواق، إنما أبقيها للناس، فالناس يحتاجونها لما تحمله من خير ورحمة. إنك إن تهلكها للعصبة فلن تعبد، فبقاء العبادة مرهون ببقاء أصحاب النبي. وأبقاهم الله واستجاب الله لنبيه، وخرجوا بعد موته يسيحون في الأرض ليبلغوا دعوة الله. أنتم أصحاب رسالة، أردتم أن يمكن الله للدين، رسالتكم أين هي؟ أين جسدتموها؟ في التزامكم؟ في سلوككم؟ في أخلاقكم؟ أين أخلاق الإسلام الذي تجذب العقول إلى هذا الدين وتحبب الإسلام إلى الناس؟ أين؟ إن إندونيسيا وبعض البلاد كانت تزرع تحت ظل الاتحاد السوفيتي لا زالت باقية مسلمة رغم الحديد والنار الذي واجه به ستالين وتروتسكي. أتدرون لماذا؟ لأنها أراضي دخلت في الإسلام لم تدخل بالقتال، إنما دخلت عن طريق الدعوة، عن طريق أخلاق التجار، تجار مسلمين. بينما حلوا وارتحلوا إلا وأحقوا هؤلاء، فسألوا: ما سر هذا العهد المعاملة؟ قالوا: إسلام هو دين جديد جاء به نبي جديد، فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. الله. وأخيرا، إذا كان الإيمان والشعور والعهد ومحبة القيادة بالقاعدة ومحبة القائد بالقمة وتحمل مشاق الرسالة تثمر هذه الخمسة ثمرة تسمى التضحية من أجل هذا الدين. ضحي بوقتك، أعطيش بوقتك يا إنسان، أعطي بزاف الدنيا ديالك والدنيا ديالك، أعطيش بوقتك بزاف، صلاة فوق حتى الصلاة، حتى حين تنادى بالصلاة كتكون تلعب، وكاين الناس اللي شدة. الله يا صاحبي الله، الصبر يا صاحبي، وقتك لوليدك، وليدك ما يشوفوكش كاع بالطب وبالسنين، وليدك يا صاحبي ما يشوفوكش، ولا الوقت اللي تعطيه لوليدك وتطبهم وتصاحبهم سبعا، وتلاعبهم سبعا، وتعلمهم سبعا، 21 عام. من تجد النتيجة لك من 21 عام حياتك، تقول لك سيضيعون ولا تبيع الفلوس، أعطيك الفلوس وما تديش المقابل لك تعطيه لك، الوقت ثمنه غالي، أعطيته الرباط إن شاء الله، وقتك لدينك، وقتك لرحمك، وقتك لوالديك، والديك يا أخويا والديك، ما تزورهمش، ما تسلمش عليهم، ما تسلمهمش، ما تسلمهمش. Thank you.
آل الدين؟ كم أعطيت من مالي لهذا الدين؟ كم أعطيت من مجهوداتك الفكرية لهذا الدين؟ فالتضحية كانت هي دين أصحاب رسول الله. أخذ بهذا الصور الله عن التضحية. قال النبي وهو يسوي الصفوف في بدر: من قاتل اليوم القوم مقبلا غير مدبر دخل الجنة. وقرأ قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فقال أمير بن حمام الأنصاري: وخلاخ. قال: ما الذي حملك على أن تقول وخلاخ يا أمير؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض. اي نعم. قال: انا قلت ذلك رجاء ان اكون من اهلها. انا اريد ان اعيش لكي اكون اهلها. فرصتي اضحي بنفسي في سبيلها، في سبيل دخولها. فذهب النبي ليتم مهمته، واذا بعمر يخرج من جوابه القرارات ويريد ان يمد بيده الطرف الى الفم، ثم ينسعها نزعه يقول: لو بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنه لوقت طويل. فألقى الثمرات واخترق الصفوف يقاتل، فاستشهد فارتقت روحه إلى جنة رب الجنة. يا رب يا رب، أسألك أن تخزينا في الدنيا وأن لا تحرق وجوهنا يوم القيامة بالنار، وأبح لنا بفضلك الجنة دار القرار بجوار حبيبنا المفطر صلى الله على الحبيب محمد، ورضي الله عن أصحابه جميعا الذين آمنوا به وعصروه ونصروه، أولئك هم المفلحون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لك رب من السماوات والأرض ومن أماشئت من شيء بعد يا رب العالمين. أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وأنبياءك وجميع خلقك أنك سيدي ومولاي الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك اصطفيته بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فلم تستأثر بجواري وتلحقه بك حتى ترك لنا المحجة الرضا. ليلها كنهارها لا يزول عنها الا هالك تائب ضار ضار. فصل الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى اله وعلى جميع من دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، فيا معاشر احباب رسول الله، سألتني إحدى الأخوات فقالت: نشأ خلاف بيني وبين زوجي وأنا أم لابنة واحدة، فلم يحسن إدارة الخلاف فخرج الزوج مغضبا وترك الولاية التي كان يقطن فيها بجواري ورحل إلى ولاية أخرى بعيدة. لكن ألم الفراق عذبهما معا، وأراد أن يعود إلى زوجه، وأراد الزوج أن يعود إلى زوجه، لكن لما خرج أمرهما ووصلت قضيتهما إلى والدي الزوجة، تدخل الوالدان بشدة ومنعا الزوجة أن تعود إلى عشها، ثم خيرها بين العودة وأن تنال سخط الوالدين وبالتالي سخط الله.
تسأل ما إذا كان هذا الفعل لوالديها مقبولا شرعا فتطيعهما أو عكس ذلك والجمع أولى. وحول هذه الحادثة التي وقعت هنا كان لابد من إشارات. الإشارة الأولى، لقد سبق أن ذكرت في دروس أن ما من بيت البيت حتى ولو كان متكونا من ملائكة ولا وجود للملائكة في الأرض. لو كان الرجل مؤمنا حقا والمرأة مؤمنة حقا فلا تتخيل أن يعيش الزوجان بدون مشاكل، فهي ضرورية، عليك أن تعي بهذا الأمر. فهي ما فقد وقعت في أفضل البيوت بيت رسول الله مع خيرة النساء أمهات المؤمنين، فلا تتصور أن تعيش بدون مشاكل، فالمشاكل يريدها الله لكي تتعلم دروسا من الحياة وتستفيد من الأخطاء حتى لا تقع في مثلها. لقد قال عمر المختار في جهاد ضد الطغيان: إن العثرة التي لا تكسر عظمي تزيد لي قوة، إن المشكلة التي لا تطيحني تعلمني كيف أواجه الحال. يا دروس يا أخي. الثانية: إذا نشأ خلاف بين الزوجين اسمع، لا يستعجل أحد الطرفين بترك البيت، أهرب من الأمان، حتى ولو طلبها الطلبة الأولى لا يجوز لها أن تخرج من بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كنت في بيتك فمكوثك في البيت يوفر عليكما حينما تهدأ النفوس، يوفر عليكما متاعبا أنتم في غنى عنها إذا أردتم أن ترجعا. ثالثا: إذا وقعت المشاكل داخل البيت فلتبقى محصورة بين الزوجين، لا ينبغي أن تخرج إلى الوالدين. سفينة سفينتكم معكم، خيرك علي جاهز لكم شوف خطوبة ما تبغاش تكون، انتم صغار ما عندكمش الأهلية، خصكم التوتال، خصكم الولي اللي يبقى يقضوا، زعما انتم ما تسموش وحداتكم مؤهلين، راكم كبار، علاش تمشي تخرجوا صاحبكم باش يتبعوا الوالدين؟ المرأة المؤمنة لو عاشت يوم القيامة بينه وبين أحبته يوم
اتقِ الله، وهذا رمضان تقرب إلى الله بقربة جمع قلبين على الدين، فهو خير ما تختم به شهر رمضان. من جمع الله بين قلبين وعمل على ذلك جمع الله به بأحبته في الجنة والنار. أتحبون هذه رسالتي لمن وهي بسيطة جدا. الثانية رسالة إلى الزوجة، إنك حينما تزوجت وزوجك أهلك بهذه المرأة أصبح زوجك هو جنتك ونارك، وهو أعظم الناس حقا عليك. فارتباطك بزوجك لا بوالديك، ارتباطك بوالديك ارتباط من الرحم يبقى ولا ينقطع، لكن ارتباط بالزوج رحم وارتباط عضوي ومؤسسات وهو أعظم من الأول. فعليك أن تجتمعي بزوجك في هذا الشهر. لم يرد أبي، قال سخط الله يتبعك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهو يأمرك بالمعصية حينما يأمرك أن لا تعبدي لزوجك، فأطيعي ربك. يا أخي ماذا ستترك لهذا الدين؟ يا أخي ماذا
كلمات ربي سبحانه. أحباب رسول الله، أنفقوا أنفقوا من أجل بناء شرائها والصرف حتى نطمئن على أولادنا بعدها. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، وبارك في جهودكم، ورفع الله قدركم. أحباب الكرام، هذا عبد الله أخذ دعوة عبد الله، الولد بتاعه وجب عملية لم تنجح، ثم أخذ اليوم على عجل من المستشفى لإجراء عملية جراحية على عجل. يسألكم الدعاء له بالشفاء، اللهم اكتبه صحة خير من صحته، ودما خيرا من دمه، وعظما خيرا من عظمه، اللهم اشفه وعافه، اللهم يا رب استجب، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم ارحم النائمين على الأسرة البيضاء، اللهم اكرمهم ولا تهنهم، اللهم اعطهم اجر الصابرين، اللهم ردهم الى اهليهم سالمين بارئين. ثم يقول الاخ: نسألكم دعوة الرحمة والمغفرة لوالدة أخينا عز الدين سيد الطاهرة التي توفاها الله تعالى في هذه الأيام. اللهم إنها أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، كانت تشهد في الدنيا أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا رسولك. اللهم إن كانت محسنة في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، رب اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وارفع درجتها في المهديين مع النبيين. اللهم ارحم سائر أموات المسلمين، ارفعوا أيديكم واصطفوا مع ربكم واستحضروا حوائجكم فإني داعي تهمله. اللهم إن الساعة ساعة استجابة، واليوم يوم جمعة، والشهر شهر رمضان، اللهم إنه أوسط رمضان، اللهم إننا ودعنا النصف ونستقبل النصف. يا أرحم الراحمين، العباد عباد والرب هو أنت، مالك الملك، بيدك مفاتيح خزائن حوائج الناس. اللهم إن كنت لازلت لم تكتبنا من المعتوقين في من النار، فالآن الآن اكتبنا يا رب. الآن الآن يا رب أوجب لنا العتق من النار، الآن الآن اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ونسائنا وإخواننا وزوجاتنا وجميع المسلمين من النار. اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، اصلح حوائجنا، اصلح أولادنا، اصلح بناتنا. بارك الله فيكم، رفعكم الله، آواكم الله، أيدكم الله، جعلكم شريعة للإسلام في هذه الأرض. أحبب الله بكم الإسلام إلى غيركم. جعلكم الله مصابيح يصطفى بها في هذه البلاد الحيارى والتهيئين. جعلكم الله موئلا يفيق إليه الضائعون ويلجأ إليه الدائمون. وصل الله وسلم على حبيبه.